اسمي حمزة جابر الملة، وأخويا اسمه حيدر جابر الملة. نسكن بالعراق ومقيمين بمدريد. أنا صار لي سنة وحيدر سنتين ووالدي 7 سنوات. أعمل مهندس، أنا وأخويا مهندسين، نعمل عند والدي عند شركة هندسية. تواجدي صدفة، جيت عندي معاملة بمدريد واجوا وراي الاهل ب4 ايام، وشفت اللي يرتبون بالملعب دي يجهزون، وشفت سيارات مال بث مباشر اعتقد بي ان سبورت، فخابرت نسيبي فقال لي ريال مدريد راح يلعب باكر يم النادي اللي قريب على سكنكم. فموضوع كان صدفه، اللي هو شقه مو منزل و ملك مو ايجار، الواد اعتقد اشتراها قبل 7 او 5 سنوات مشتريها. هاي أول مرة أشوف طوبة بحياتي، مو من هواة كرة القدم ولا صارت لي فرصة إنه أشاهدها بأجواء ملعب أو فتشي، فهاي أول مرة شفت لعب مباشرة أو حي، وكانت من حسن الحظ إنه كان ريال مدريد باللعبة، فما صار لي هيك موقف قبل. بس والدي قبلها أعتقد قبل سنة همين لعبوا برشلونة، لعبوا بهذا الملعب وعن دائما صار بيه لعبات فشايف فيها قبل. أخوي مهندس حيدر كان دي يصور هاي اللقطة بالتحديد اللي كرة القدم جتي على الشقة، ويعني صورنا جزء أول جول وضربة الجزاء اللي انصدت بعدين عادت، يعني صورنا مقاطع قليلة، وبس صدفة إنه هاي هم يعني كان ضمن التصوير. يعني من جيت الطوبة للشقة البالكون يعني كان الشعور فجأة، يعني كنا مصورين انه حيصير هدف، فأخوي كان دي يصور، فمجرد شعور صدمة وشعور حلو لا اكثر ولا اقل، ما كنا متوقعين انه الموضوع راح يوصل لهالدرجة من الاصداء اللي راح تصير. ما توصل ويانا احد، ولو رايديها الطوبة كان رجعنا لهم اياها، بس ما توصل ويانا احد، توصلوا ويانا صحفيين وناس من الجمهور رادوا يشترون الطوبة بس احنا رفضنا. يعني بعد اللعبة بنص ساعة بدت الناس تدق الجرس على الشقة مالتنا، وما أعرف شلون عرفوا مكان شقة بالتحديد، لأن هي عمارة بها أكثر من شقة ما أعرف شلون. وثاني يوم همين جو إعلاميين هواية وفاتوا، دخلناهم البيت وصوروا مكان، يعني مكان الشقة، موضوع طبيعي. للأسف هذا موضوع بيع الكرة مقابل 200 يورو، يعني أخوي يمكن يعني من بيع، احنا قال انه ما يبيع الطوب مقابل مو 2000 مو 200 مقابل 3000، لانه يعني هي بالنسبه لنا ما لها قيمه ماديه، وما اعرف الناس ليش تقول بيع مقابل 200 يورو وهذا، بس هي مجرد شيء معنوي ونعتبرها هديه. فموضوع الفلوس بصراحه ما فكرنا به اطلاقا، والكره موجوده عند اهلي بمدريد بالشقه موجوده وراح يحتفظون بها، فاي موضوع بيع او شراء او طلبنا من صحفي مبالغ مادية أو أي موضوع، يعني إحنا مو بحالة وما مصر إن الموضوع راح يأخذ هذا الصدى، وما مفكرين بالموضوع من جانب مادي نهائيا. والله بصراحة أنا كرة القدم مو كلش وياها، بس اثنيناتهم على الرأس، الأهلاوي والزملكاوي اثنيناتهم محبوبين، وإن شاء الله يتوفقون من نجاح إلى نجاح. من تشجع في إسبانيا يعني مو كلش قوي، بس أشجع ريال مدريد. موضوع الصور والله أنا هسه حاليا بالعراق، بس إن شاء الله إذا هاي أبلغ أخوي طق لك صورة ويرسلها لك. ممنون منك حبيبي أستاذ حسام، وأنا آسف على التأخير بس عندي عمل بالعراق، والبارحة رجعت فشوية متكركب الوضع، يعني بين ما رتبت أمور ومرتبت موضوع عملي فجاوبتك هسه. أنا جدا أعتذر على التأخير، مع السلامة وبالتوفيق حبيبي.